أسباب السعادة السوتشية وحيابها فرحضة يجوشة يلما أنه إن هلان كين يوحويا إن لبضع قضب لبرتو قف ولا بلبضع قضب برا فرحضة محاي كورينية وإي كبعينية وحيابها وحلو يقانا المقومات العلاقة الأسرية كتب قارة أيا لغا قري محاضرات قارة أيا لغا تشيدية وقت يبضن با للافقورا قضب بضع حوتشين أيا حرير كلمانة قضب كله قضب كله هذا الربيع اللي برتاره وحوي المدمرات العلاقة الأسرية وحيابها الدمية حريركي إسكتا فرحة اللي هلا الدمية إستجنا إلا برتو سيلا إستجنا إلى عليه واللوجة فقاد طبعا هذا بالليح قضب أما الليح أرهن أيك حقيقة ويسا بمعنى الليح صابط أي أقوم يبسن صابط وقول رئيس وحوي والحب وما حي وشاعرك شيء أقوم مهم سن أصل كأه أساس كحش دير أه إلا الربو ومحي العلاقة السوتشية للربو ومحي وإنه تشعل لحيال قاعدة قات لا يمكن أن تنشأ السعادة السوتشية والاستقرار بين السوتشين دون حب يعني الله بالله قف والله ما راه لحدودة ها هدان تشعل تشرين قور مسي تشرين ما هبونا إلا يده هذا هلا يسوس صبره. هو إن تعال دحيال هذه لا بد أقف تعال دحياله وتشريه هذا نروح ولا ما تشريه موضوع عسنا وموضوع دكتور مسعود يدي تشين دونا إن شاء الله تعالى مرنو. إحنا استول تاجينا قدام كقول ريم حون نقضي قول يا فرح الله جوه لهم. صو تعال كما ويا واحد شراء أسباب الحب وحياه تعال كينية تعال كم يلا سودة تشتى. يا انت انترنت كلا فرتوم يلا سودة تشتى. يا والله السميستة سما وحيابا الله السميستان ايوه قضب بدا كو الرضا والقناعة إذن اي تعايلك وحيابا السمي وحكم دا رالي أهانشو اي القناعة قضب كوهره قضب كاللبات اهتمام كل من السوجين بالآخر ميدو والبالة بدا قف إلي اهتمام سيسيان وقضب كاللبات سمينا يا تعايلك دي أحاديث يد تصاريال البدنبا ايرو هينادي maymuna nabiga kaleey salaatu salaam markay aragto isagoo murugaysan di way weydiin jirtay sama dumarkiis way weydiin jiray waxa uu jeeray nabiga allah maanta maxaa jira isaguna dumarkiis markuu arko iyagoo xaaladoodu bedelantay way weydiin jiray markuu aaysho arkay markii xajka xajka uu kaxay ee uu arkay ooyisa nabigu wuu weydiiyay xukun maxaa ka oohinay sama se uu waratay marka qodobkaasna waa waxyaabaha jacaylka keenaya qodobka saddexaad صناء وكل من الزوجين على الآخر قفل بقفل كرينو أمانة يا أمانة نوح الله ده هاي بوس قارة مناسب كوة يا وقت مناسبة هدي ده أمانة سكبرتو محين غنيسة ده ودافيسة سما ويا قدم كأفراد مرافقة الزوجين بعضهم البعض في الدعوات إن إسراعان لا بد قف مركع عسوم ده دعان لو يرنينك أما قبرنا العسوم إن سرعان قلبك الشناد تعايل كسمين التصريح بحب كل من الزوجين الآخر إن لبض قف مد والبا قف كل عطير وتعالي وأكو تعالي قف الوقف كل كولاد يا وحكم ذا رقية الزوجين لبعضهم البعض إن لبض قف إلا ما لها أيها إسكور هيان مركب من حنوستك كلا وكتفه وديرجليه حلق حنوك قلبك التضابط تحمل الزوجين الآخر لحظة الخلاف يعني نوض القاتم مركب عرضه وإنه محمد عليه الصلاة والسلام دي دوبر كيسو قار كودو كعروان تشيرين عائشة مركي عروتم حيورو تشيرتي وحكا قران تشيري دي مركي داران اسم حيورو تشيرتي رب إبراهيم نا إبراهيم ربي واكو دارت مركي فرحسان تاينا إرالي دكا تاينا رب محمد سوما اللعب مع زوجتي عيارتي وكلا من حلية قار لسو بلابو التقبيل والمباشرة لنكشدي يفرك عياركي إن قفكي قفكي كلا والله بتقليو qodobada saxiibada jacaylka xoojin hayseeska labaad ee sababta uu ah saacada sawjiye lamaanu inay li farxad iyo guul helaan waxaanu ku sheegnay atfaahum in labada qof ee lamaanahay he isfahmaan oo isfahanka maxaynu ku sheegnay waa in ay labada qof ee lamaanahay ninkuna gabadhiisa uu fahmo gabadhu ninkeeda he ay fahanto oo ay gabadhu u sheegato ninkeeda wixii ay naceeb tahay iyo wixii ay he jaceshay isna sidaas si lamida uu sheegto wixii uu jecel yahay iyo wuxuu he naceb yahay
تناسل أصميو عمر كمر كلا جو الرميو وحط صالة وهم مدن حاجة إسفهم كمر كلا جو الرميو لما أنا قبل نينك هذه أمر لما أنا هذه فهنتي يعني فهم لما يسترن وحط صالة ينوقف فلان هو يدين خديجة إلى هاي الرحلة كان نقدها دمر كلا النبي عليه الصلاة والسلام يجا وح عينو أرجني يجو قاركود أي عرودين سيد عايش أو كلا إن قاركود أي كذل بدين النبي عليه الصلاة والسلام كرد حاجة نفقدها هطير دعوه لابد يقف لما راين استقب صدان ودحرج أي مشكلة تما ده سيد يحلينا يعني وحن وجوهرين ولا لابد قف يفهمه وقف والبقف كله فهم وحد دونيو يوحد ديديو يوحد شعلي هاي وين فهمه هذي لابد قف أي سويديان محاد دونيسا أنا سويدين محادن ها دونين أين إسكندح بارين كينه خلدن كينه سحن من المخطئ ومن المحق أنا إسكندح بارين لابد قف إسقبته وحلا إيدك ده هشية هذا هشين كرويان محايل هاي تلمامه إلا الصمينة محاي فبعصوا حكم من أهله وحكم ها من أهلها لابد قف أكل جرق هذا الله دري لابد قف محيك ليه لابد ها إهل وايا حتى إهل بالله يري لما قفوا إهل لما أرى لما قفوا أقون أوله أريمها قيسك هل كف معناها كتش روحة وإيان لما قفوا إلا معناها واحد مشكلة نحتى لأن السرعة هاتا لها السرعة كوتان لما دودوا أي حالكو قاران يضو أي هاوشي سرتهاي هذا أركان إلا يقو حالك قاران أيها حكم من أهله وحكم من ها أهلها أيها أي طورا لابد حكم كاوح على الربا إن الويديان صح الله هلم حي نكنا محاد دونيسا قبرنا ها محاد دونيسا أنا ويدين محادا ها دوني هدي الله وضع محادا دوني حل ها إمام ميس وحكرا حكم كال لغبة هاي هاي صح القصة ما اسمه ما ويدين يا لابد قف بتكستا قف ولا واحد هيسا الشاك وحي ويدين يا محي وهي هدي قف كال لقولها واحد هيسا الشاك دي قف هو ورميا دبا تنم حي ما ليس ماشي كسو بخيسا فداي حد سما ان سيرتودي دبا ده اي ها او سو بخدو قفكا لبدا قف لا مانا حديد قف ولبا و هو هي سو سارا اما قف كلا فداي حد قف كلا دو تنقنيا سي ان حديد ل دغديه او تنقني با هادلك او تنقا او قاعده اي واحد ترادا جراحات السيوف تلتئم يعني وا لا بوكسدا داوع سيف كو غيستي من دي حد كو دحدو هذا سكينات كشرته ولا جبكسه، لكن ولا يلتئم ما جرحته اللسان، وحي أفكر لك هاجي له هذا الحنة الدعوة لجمع بكسه، وحكى له لو جب هاي لبض قفل لما رها فهم إن سجود يسوف فهمان أو إصدق فهمان أو إصطبيعات فهمان أو إشخصيات فهمان أو إسترن فهمان صما فهم كده بلارية صواب تصدح هذا وحنا كل شيء من حياة الاحترام. وين قف كان إلى هاي لمانها كاغت لقي وين اللقاء مع أخلاقه وسلوكه وطبائعه واهتماماته وعدم اهتماماته يعني قف كان إلى هاي لمانها كاغت لقي وين الضوضوب وأغبشة أخلاق دي سوسي دونتها النقطة أخلاق وناكسن هذا أما يانو أخلاق وناكسن الطبيعة وناكسن هذا أما يانو الطبيعة وناكسن قف عنها النقطة أما قف عنها النقطة اهتمام ها كسيو اما يانو كسين احترامك مركا لغا ورميو وحا احترامك آدو الدنية نينكا هالك قبل دونا ايا بغل كو بغل اما لمبر كو بغل ايا الدنيسو اما سيدا بغل ايا الدنيسو تعايلك لابدن قضبنا وي كالاك دالان ايا سين نينكا نينكو احترامو هلو وينو قبل ديسا تعالادا ايانا وين احترام تاسي اي هاي وغهشو تعايل احترام دمايستيران وحا لمانه هذا احترامتي خديجة إلى هاي راليها هكذا نقضي ولقيت ما يدمين ما ينقدين نفق كرر كما يدلبان نبي عليه الصلاة والسلام سدو يهبها وأقبى شيء طروف دونه يحالة دونه نبي عليه الصلاة والسلام هكذا نقضي قدب كافرادنا وأصدق كرسوني كل سنة واحد كم تهاي صابها كينيا
العلاقة الزوجية إني فرحت هشو إن قول أي قارن كل سورة محاك سورة كذا شكده هدي ماشى قبل نصي لما نهذا كل سورة وهشو وين يدو كل سورة سيسا مركزي كل سورة دي وهو آه كان هدي أي كل سورة سي ويدو ماشى محاك سورة قليه ويدو كشك كذا اسمه شك marka labada qof ee lamaana mid kasta wax la raamaxay inaanu heen shakil waa la gala dagaalamay sharciyada islaamku ninkuna inuu shaki galo waa la gala dagaalamay gabadhana inuu shaki galo he waa la gala dagaalamay shakiga ayaa ka soo horjeeda maxay kalsoonida hadii meesha kalsooni aan jirin shaki baa he imanaya ninku inuu ka shakiyo gabadhiisa u baaro maxaa mili qiiri maxaa hadlayay maxaa muxuu haasta waxan ku waxay lambarkaaga يا لمر كان قراعية موبيل كذا يعني وحو كل مشغولة يا محل موبيل كذا يا كصوت قراعي يا كوسيف كريسن واتساب كذا يفر فيسبوك توس يا دتك الحرك الله لذا هي كمدة يا نصي ده سيل لمدة يا كصوت وع واتساب كذا يا كوتشيرة بالجاليري قال يوم ها يا لسعتي والله يكاش شيء ما قرأت إنه سيدا ينا ay shakido sago yadoo la dagaalamay raga shakiga laga la dagaalamay waxa tusaale waa ninkii gabadhiisa ka shakiyay wiilkii ay u dhashay ninkii carabiga reer miigaha ee wiilku u dhashay nabigu u yimuu xuri nabi allah ana carab baraha gabadhaydu waa carabiyad haye arabtuna waa asan sooma wiil yar madow bay dhashay nabigu meel tuugi ka saaray ومحو ويدي النبي عليه الصلاة والسلام وحول قيل ملاد هاي قيل هاقا ميدا في سوام حي وعسان مكوتشرا هل ميدا مدوء ها حقي كاتمي لعله نزعه عرق مبولو وحلقا من عرق يهدو سوچيت دي سيدا السلام دا يركا غنى هدو سوچيت نبي ميانو قنعين عليه السلام وحكالو كشك كميدا النبي انو رقا كلاها اللي هدي سفر كما قيهين gurigiisa inaannu iska soo gelin ilaa war uu ka soo horaysiyo uu dhahaa waa soo socdaa telefoon hadii imika telefoon ba la maray soo ma uu garaaco hadii lambar ku xidma ka war ya message ku saaxanaya misal barkada ya waynu albihi wayn si ay gabadhii ugu sii diyaar garoodo ya ma aha ku qabatay ha hadda ka tahay ku qabo waa shakigi ya نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى أرجع كور رمية إذا طال أحدكم الغيبة فلا يدرك أهله ليلا يا رهبيك جرجي سه كجراه وحكى لكم إذا شكى شرع عدي ذل الله دجال الله بسوا أي تهيل لبض قفل لما نهى إلى لي إلى ليان إن أذكرت الشرع جاء أخرستان هذه أذكر الصباح والمساء هاي هي هذه أذكرت جرجلك جركبها dar xirashada dar bixinta kulan kooga ay akhristaan si ay uga badbaadaan sheytaanka waayo sheytaanku shaqada uu hayo waa maxay yanzaqu baynahuma nu dhexdu tashuush buu haa kufray hadaan labada qof la maana adkaarta ilaashan de shakiba sheytaanka ka dhex shaqeeyay hadii sheytaanka ka dhex shaqeeyay maxay imanaya qodobka kalsoonida waa qodobka shanaad ee sababa farxadda lamaanaha waxa weey asadaaqa saaxiibtinimada labada qof ee lamaanaha waxa la rabaa inay saaxiib noqdaan yaani labada qof ee lamaanaha ay saaxiib ma yihiin sema ah idinka hada weydii ma way waxaan ku ogaanayna dhowr su'aalood is weydiinayna horta saaxiibka iyo walaaltinimada ilaahay dirti ah keeba fadli badan ama keeba sareeya walaaltinimada way su'aal kale nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam 15 qarni baa laga joogaa nabiga ragii la noolaa maxaa loo jiray saxaabo saaxiibadi bay ahaayeen kuwii aanu aragna waa walaaladii way nabigu kaleey salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah muxuu yidhi waxaan u xiisay walaaladay mise saxaabada ku yimid maana anagu walaalada ahayn markaasuu meedinku asxaabtaydii baa tii marka saaxiibkii walaalkii keeba way su'aal kale adigii laba qof oo saaxiibtii ma saraacay
هندل كمية هندل مجالا كشين عشرة دلبتين بقول قفا كان لو وجود تكتين ومسلمين أهو ولا لتين هذه أديكو هبلة هالسر هذا العك كبيحي مصاحب هذا كبيحي لسه مسكت ما بقول كي الله وضع صاحب هذا واي هل كان مركم حنوك الصبح صاحب كي ورالك كي درجة سرية صاحبك ولي بطلك صاحب هذا السيد كو كل لو يهيب بأكله مدي صاحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بدنا وقف اللي بدنا هو قوم بدنا هذي صاحب كيس دوابها مركز سيدا سلم إذا وحلا ربا الله بدو قفل لما أنا صاحب دبا نقدان صاحب تهين لما أنا هاجا يين أنا صاحب هاي المحلو قرنية المحلو قرنية الله بدو قفل صاحب كام حكا شاكستان يدو كرم حكا شاكستان يعني من نرش هو سيكا شاكستان بس نرش جود طالك هو بركيسة سياسة دي ذا قرشيان شو ذا يا وعي إسويدية هذه لما أنا هقعد كلاش شيء كسته أريما جودنا صاحباتي هذا كلاش شيء كسته يا أريما هوسة بيل كيشل ما يسوى درتي ما يسوى وعدي يا ير يركي سيهين قطب كل حد أي تاي صفر حد لما نو هلا ولا هلا وحويا إن أسسك يو أفر شيء الله يقانو المدمرات العلاقة أسرية وحيابها الدمية حرير كلما نها أفرت الشيء وجود طرنا هذيق لما وقف لما أنا وصار ده قالوا نرش الدميسو وإن لقف هذا سيف فرحد يقول له أفرتها وح كو كأهم حي الانتقاد نقدك تريد تريد وح كم تو حبا علاقات كدمية نينك يا جبر لما وقف لما وقف لما أنا وح الربعين أنا هاي اسم نقدين نقد يقول لبو قبل سما نقد الفعلي هي النقد ها شخصي وحال الذي دي هو النقد ها شخصي نقد الفعلي يقول لي كرا تصالحان قبل با وديك يدي وكانت محي قددي ملح دين لبات شربة ملح سيد ومقان هاي بريس كامر كساو قادي وضع ملح بنقد هاي مركا مركو نقدينه من حسنا الشخصية ده دو نقدينه مر مت تي واحد يسوي حنا نقدينه يا ملحي عليه الصلاة والسلام يسوي وحنا استعمال كير أسلوب المدح نقد جم استعمال كير نقد جو أصل كيس وحكيمي في القلبات ومركا راح إلى ذن نقد أنا السمينه طب تنا واحد أجادين نقد جو إنه علاقات كي الدنيا مو يعني أنا كيني محي دي أنا وحنا وناتشيني يصلح طب تنا واحد إلى ذن aynu madhi ku darno aynu lahno qofka intaynu naqdino kadib aynu amaano aynu lahno qof xun ba tahay laakiin sida kale wad wacad adana waxa arkeen taasina inaan waxba soo bedelin dadan waxa jira aan isku darno sida yaani aan si maxaan ku raad dhinacyada aynu ka marina amaanta qofka weyn amaanayna kadibna weyn naqdinayna kadibna waa amaanayna laakiin nabiga kaleey salaatu wa salaam usluubkiisu usluub madhi buu aha تصاليال بينك سوق هذا كرنا صحابي عبد الله بن عمر نبي عليه الصلاة والسلام بركو قادين أن الصلاة ليش وكيف نبي حكول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يسلم لي يعني نن نك وقول لك سبب نقول له هذا هبين كي كعب وأمارة دي سما ورد متكتيد وحكرت صلوة عبد الله بن مسعود نيكي كندي هاي شاعر كها ومساجك وقصه قال يسوع قبيه ولا دقي سنية مركو أركيد نقد يقول ما يمر مو ورا محي وحي مزمار من مزامير الشيطان مو ورا نمحوري ما أحسن هذا الصوت الله عود كان محاكه وناسا لو كان بقراءة كتاب الله هدي ده القرآن آخرنا يو هاي مدحي مركا دقن كي النبي يا الصحابة دي يا السيدة اللوبة هي ومحي ومدحي مركا نقدي قوة إلا إسكاين عليها نقدي الشخصي يا نقدي فعلي قبع والنبي عليه الصلاة والسلام سيكون مدحي بقبع النبي عليه الصلاة والسلام مركا لقوره ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط والنبي قل نقدي فعلي مصمين عليه السلام قضب كاللباد الدميا علاقات الأسرية وحاكمة التشكيك الشكيكي والنبي هو رأي أفافاهني قدوبك استحدنا والهانا يا سيدة قفكن
نرشا وداغ انسان قدر بوك يقول لك قدر يسو قيمه يسو هدي قفك قفك استا الا قيمه وجعل يه ولا كرامه ولقد كرمنا بني ادم سلهي مره قفك است كرام لي لا فضل على عربي على عجمي الا بالتقوى مركا قفك هدو دريمه ان لا يسيو لا ليديو دي وها ايمانيس قفكاسي ان شخصيتي سلنتو si aan shakhsiyadii suxu noqon oo ilaaqaadkii qofkaaydi ka dhixiyay u dumin wa in ihaanadana laga ilaaliyo nolosha lamaanaha qodobka afraad oo dambeeya waxa weeyaan al xurriya al mudlaqa bila xuduud xurriyad mudlaqa hadii la siiyo yanada nolosha way dunta oo qofka wax cilinaya aan jirin ha oo qofka waxa loo baahan yahay in de tabarro iyo wax qabanaya sharciiga islaamka ayna qabanayo sama وضبر نواه هدو قفكو حريات مطلقة وقاتو حد لهين دي علاقات داسي تشيري ميسو لحدا قضب وين الحفتدان سي لمانها اي فرحاد يقولو هلا عيدي لمانا السميسنا اي اردغان قريسا عيدي عان السمينا بو قمدوكو قرطها سبو قعص يا